28 الثاني هو الموعد المحدد لماراثون بيروت. نحن فريق عمل اللبناني دوت كوم رح نتجه بزيارة لمكاتب الجمعية الموجودين بمنطقة الحزمية حتى نعمل برمة صغيرة بين المكاتب، نتعرف من خلالها على الشباب والصبايا يلي عم يشتغلوا ليل نهار لتنسيق وتنظيم هيدا الحدث، بالإضافة إلى مقابلة مع السيدة مي الخليل. خليكن مطرحكن لأنه جولتنا رح تبلش. بيروت تعني لي كثير، اولا افتخر بهويتي، عشت خارج لبنان فتره كثير طويله، وبتصور معظمنا اللي بيعيشوا خارج لبنان بصير عندهم هالنوستالجيا تجاه هالارض تجاه الهويه، وانا وحده منهم. بعطي كل شيء بقدر عليه اني اقدمه للبنان لبيروت ولوطني. Ses yeux de velours me rendent fou. اولا اي انجاز انعمل من خلال جمعيه بيروت ماراثون، الكريدت بعطيه لفريق عمل جمعيه بيروت ماراثون، بعطيه للبنانيين، بعطيه للعدائين ولكل شخص امن برساله السلام من خلال الرياضه. ما بحياتي انا بقبل اني اخذ الكريدت لحالي، لانه ايد وحده مثل ما بقولوا ما بتزقف، ولكن في هناك ليدرشيب او قياده. لما هالقياده هيدي بتكون في عندها رؤية واضحة، في مصداقية وفي شفافية، أكيد بالنهاية كل شيء بيرجع بيلحق. الإنسان لما بيوقف يحلم بيكون يمكن صار بعالم آخر. أنا بطبيعتي بعتبر إنه كل يوم بيطلع الضوء علي عندي حلم وعندي أشياء إني أقدر أحققها. في كتير أمور، أي شيء اللي بيرجع تحت خدمة الإنسان، تحت خدمة المجتمع، وبالنسبة لإلي لبنان، لأنه بعتبره كتير هويتي الكبيرة. أي شيء اللي بقدر إنه أنا أعمله إني أحط لبنان على الخارطة العالمية وفيد الإنسان الإنساني، يعني مجتمعي أنا حاضر. شو اللي بيميز ماراثون 2015 عن باقي السنين من الوجوه المحلية والعالمية اللي مشاركة هالسنة بالماراثون؟ أنا بقول اللي بيميزه أولاً وجود أرابيابوك معنا السنة، وأنا بتصور إنه في عنا مشوار كثير طويل وحلو سوا، وأنا بشعر إني أفتخر بهالشركة. برجع للأمور اللوجستية، بتصور ما في تحدي وجد إلا ما كنا عم نواجهه، وكان بتغيير المسار يلي كان قبل بشهر، يلي يعني العقل ما بيتصور انه نحن نكون عم نشتغل كل السنه على مسار معين قبل بشهر نغيره. سبب تغييره بيرجع للانحراف يلي عم بيصير، واصبحت يعني ساحه الشهداء هي مركز تجمع، ونحن ما بنريد انه نكون بدرب حدا، فصار هالتغيير. بيروت حبيبي بيروت حبيبي. بالنهاية أنا ما في إلا ما أشكر كل اللبنانيين والعدائين الأجانب يلي وضعوا ثقتهم في جمعية بيروت ماراثون. بقول هيدا الحدث لم يعد خصوصية جمعية بيروت ماراثون، هو للبنان، هو للبنانيين، هو لكل من آمن بالرياضة، وهو لكل من آمن إن هناك كمان قضايا نحن فينا نركض لأجلها، وخاصة التكوين.